My name is Daniel Wilson. I'm a journalist from Canada. I work with the Associated Press. I came to Iraq after ISIS invasion. I covered a lot of battles in Baghdad, Bels, Tikrit, and Diyala. I was captured by ISIS a week ago. They took me here, where I now sit and write these words. They have taken my equipments and belongings. But I managed to hand my document to Lania, an Yazidi girl from Sanjar. They have decided to execute me today in front of cameras. But the cameraman didn't show up. I don't know if I'm gonna make it until tomorrow. I don't know if anyone is going to read these words, but I can say this honestly, that all I wish. يمكن هذا علاء. شو عنده بهذا الوقت؟ شلونكم شباب؟ شكوم ماكو شيء. فيني ضوجي وما يفيد وياي. لا النسيان ولا الطيران ملعتك. اكو شيء أقوى من النسيان والطيران. شي بنقاوة تاخذه تنسى كل شي. شكله بلوري تاخذه تقول عالي أعلى. لا 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 تقولها ما معقولة. ياك لا تستعجل شوي وطيك الأنبوبة. يا معود شي صبرني بعد شوي. عندك لغوب البيت. مو قالوا صار لسنتين مداخل للعراق والحدود انضبطت. صح. نشوف الاغرام وصل 100,000 بس احنا عندنا فتحات توي. بس ما عندي فلوس. امي شافت الحبوب قبل كم يوم وهسه تحقيق على كل فلس. الا خصم منه 75%. اعطينا 25 والباقيات على راحتك. اخذ لك وحده تنسيك موضوع اخوك. اخوي؟ اي اخوك مناف. شنو شبي مناف؟ ليش ما يدري؟ صحوا لي الولد. قعد قعد. يقولون أبوك كان هنا بروانة قبل ما يفطس. خلاص ماكو كراتي بس تعنفص بعد.
بربك ايش عندك هنا؟ هذا تعرفني لعب كراتيه وتعرف والدي اكيد تعرف جواب سؤالك. صحيح، بس لا تتعب نفسك باكر. عود من تلتقي بابوك وتسأله عن سالفة المجزرة، وعلى كل حال صارت او ما صارت انتوا الروافض بعد مالكم وجه عند اهل السنة ودولة الخلافة باقي ان شاء الله. روحوا شوفوا دم البطل اللي كتبتوه اليوم اللي يسوى مليون واحد من اثركم حتى تعرفوا من اهل السنة. اهل السنة صحيح انت اعلامي وتسولف بكلاوات الوحدة الوطنية، بس انت مصدق نفسك؟ هذا بيت ابو قتيبة مخصوف ومتروك من 10 سنوات بسببكم. كم بيت من اهل السنة دمرتوه؟ ايش تتوقع؟ يرضون عنكم؟ والله من ابو قتيبة وشنو منصبك داعش؟ قاضي؟ لو مسؤول؟ والله كم واحد من اهل السنة قاتلهم لين يتعاونوا ويا القوات الامنية؟ قصي فين؟ هو اللي خلى اهل السنة يحقدون. طابوق؟ طابوق اللي هدم الجيش والحشد لاولادهم، اولادهم اللي تفننوا وربعك باعدامهم. شي حرق، شي ذبح، شي تشوفوها من العمارات. صوتك ما اسمع. يلا خذوه، خذوه لغرفة الحجز. لك يلا قدرت ملبس وحنة وشهر زاد وقلت هسه الحزن يخلص. شهر زاد حقك من تشو يمك، شهر زاد وانا اخوي النشر ضاع من تي. Oh!
شفناه في البارحة فتح يمنا ملف القضية بقتل رشاد اللي هو قاطع مسؤوليتنا. الورقة اللي وقعتيها اليوم كمدعي بالحق الشخصي خولتنا بطلب مفرزة مشتركة مع شرطة ديالي، وبالفعل ذهبنا لموقع الجريمة، أقصد الجريمة بحق مصعب. بالنسبة للمناف ما زال البحث جاري. أكرر السؤال، قضية قتل رشاد لها علاقة بالموضوع لو لا؟ لأن احتمالية وجود خلايا داعشية بالمدن صعبة. صحيح خلاياهم نائمة من سنين، بس بالجبال وبالبادية الأهالي ما يتقبلون وجودهم. أستاذ هو عالكها بكل مكان لأن يمشي عدل وما يجامل. همات يعني شلون نقول متهور وما يخاف. هاشم عيونك شبيه. الو، ايه الله عليك وطاركم مشق راسه ايش سواه بدرنقي مكعكل خرب له وجهه كله، وهسه البدرنقي رابطه وراح يموته. لا دير بالك لازم تطيرونه ونريد تصوير حتى يقتنعون. اي هو هذا الزاجل بالذات، اكو واحد مزعج اسمه محمد يوميا بسوق بغداد الجديده يدور عليه. اي بالضبط، اذا يشوف تصوير يعفه ويقتنع. المصور ولو اكبر مني بس اختكي مثل ما شايف عافنا اليوم وراح البغداد، ولا شنو عندي معامله مع التقاعد. هاي دقاته دائما. المهم باكر طيروه وخلونا نشوف تصوير. ها شلونها زينة بالسمكة الحبابة؟ مخنوق ولدك تعب ولد الفقر، بس انا عفتهم يم وحده من بنات زينب العقيله، ما ينخاف عليهم ان شاء الله. صعب حيل صعب، غير عيشتهم ودراستهم تريد نمشيهم على طريقك، تريد من عندي تربيه واخلاق وعقيده، واحنا بهذا الزمن. هذا الزمن وكل زمن قدمي اللي تقدرين عليه.
والباقي على رب العالمين وعلى ربان السفينة. بس خايفة، خايفة قصر بالأمانة، خايفة عجبي، ما أعرف عدي الميت، بس قلبي يقول لي عدي وراح يرجع، وخايفة عالصغير ليروح من بين الدنيا. أنت مو شهيد، مو مكانك يم الحسين، ادعي لهم حبيبي بجاهك وبجاه الحسين. حق الحسين. ليه تبكين امي؟ يرجع وداعتك يرجع. اذا هو رجع انت ايش رجعك يا امي؟ ايش هو؟ ايش تريد تعذبني؟ ما عاش اللي عذبك امي. ايش تريدين اني اسوي؟ اريدك تتذكر شيء واحد بس. ابوك دا يشوفك ايش قد عايب نفسك، ودا يشوف حال امك عليك. هاشم يوم تقدر تخلي حد لهذا الألم، ألم أمك وأبوك. خلاص يوم هاي هي، أوعدك كل شي انتهى، بس لا تبكي. نزلت عليكم الرحمة جيبوا لي شوية مي. لا، رحمتنا اختصاص تمن وطماطة. أدري يا أم رحمة تريدون آكل حتى تألم أكثر. من باب التشويق احسب حسابك بعد لك 3 ساعات وتروح الجزر الواقواق. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد أمكن الله تعالى جنود الخلافة من رافضي خبيث، فوالله إننا لمشتاقون للشهادة وعازمون عليها، وأن دولتنا باقية وستعود قريبا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
انت زين؟ فدوى مناف شلون وضعه؟ عنده جفاف؟ شوية خالة، بس بشكل عام وضعه زين. ورجلي؟ خالة مثل ما تشوفين شي بسيط والحمد لله. العظم سليم، بلكي باكر الصبح نسوي له عملية. علي عينك علي، القصة بعدها بأولها. أوس أصفج بيد ما نمهي طول الليل، ما ظل حال لي وراح من الحي، من الحي راح ولا بقى لي حال. إجاني وقال جيتك لا تقول اغفال، طعن وطاح رمحه وصاح بالدلال. قلت له تخيل، قال اليوم ماكو تخيل، ماكو تخيل. الو الو ها سلوان، شلونك؟ تعال المستشفى، تعال تعال، مشتاق لك. وكافي عذاب الاحلام، صرت اسمع صوتك وانا قاعد. سلوان منو اتصل؟ احلام اليقظه استاذ. لك بابا انا ايش علي باحلام اليقظه؟ بلكي اخبار جديده. يعني أنا تليفون اتصل؟ بابا إيه اتصل وأنا جاوبت. راح تجلطني. إيه جاوبت؟ مناف بالمستشفى. شنو؟ مناف؟ أهم شي تقوم بالسلامة، إحنا محتاجين الشباب الطموح والمثابر مثلك. أنا أترخص وما عندك غير العافية. الله وياك عمي. لا 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 لا، خذ راحتك. أبداً أبداً. لا ترى يعني أشكرك على الزيارة وشكرا على الهدية، هذا أقل تقدير بحقك. شكرا جزيلا، مع السلامة. الله وياك. يا أخي هذا الشخص ايش قد حبيته من أول ما التقينا، أثر بيه، شخصيته حلوة وصاحب ذوق. شنو رأيك نذوق الحلويات ونحكم؟ يلا نام، راح أصرفهم كلهم. اوكي. يابا رحم الله والديكم، بس الوقت تاخر، خلي مناف يرتاح، هم بقيه المرضى يتاثرون. خلهم مناف براحتكم، جيبوا له ملابس واكل سين. تعالوا الصبح، انا راح ابقى وياه الليله. ابقى وياك اساعدك؟ ما يحتاج حبيبي، اخذ الوالده وروح للبيت. الحمد لله على السلامة أستاذ مناف. الله يسلمك. دريت جهازك ضايع، هذا خليه يمك ما أحتاجه، بس فعل الآي كلود للمبيعات. شكرا جزيلا. العفو. مش مدرينا احنا عبالنا نطير الحمام ونخلص. ايد يلا احنا ننتظر تحقيق الشرطة، بلكي ضاربي على راسه وناسينا. ماشي ماشي ماشي. انا جاي لبغداد، جاي لبغداد. ربي يشافيك ويعافيك وليدي. الحمد لله عمي. الحمد لله والشكر، الحمد لله. أعمامي من رخصتكم، الوقت تأخر، خلي مناف يرتاح. إن شاء الله صار. أي والله أبوي حقك، أنا ترخص. بالسلامة عمي. يلا وليدي يلا. ممنون على الزيارة. الله يسلمك. يا الله. بالسلامة، الله وياك. يا الله يا الله.
مناف تحتاج شيء؟ تأمرني شيء؟ لا سلامتك استاذ مهند. يلا انا عم بترخص الوقت تاخر. يلا في امان الله استاذ مهند. بس ما رخصتك شوي. تفضل. مباشرة وبدون مقدمات، من يمتى تعرف والدي؟ ها سيد مرتضى قال لك؟ لا باب القاصة، حديث المكتوب بباب القاصة. أنا من جبتك للوظيفة لأن سبع مو لسبب آخر. وأنا أعتذر بكلامك أستاذ مهند وأعتبره درة السي في مالتي. أما بالنسبة لوالدك، آخر يوم شفته بي بيوم اللي انكسر ظهره. يمه وعيونك، وعيونك ما اقدر اوصل له. انا هاي الفتره بس اراقب، ان شاء الله بس يصير هجوم انا اروح وياهم واجيبه. انت بس دير بالك على روحك، فدو اروح لك. الله وياك. جاسم اسمعني جاسم. حميد نعم بفقط. جاسم وين؟ جاسم اخي شي حتى يمك. هلا ذو فقار شلونك؟ اقول لك ذو فقار اكو شغله ما حاكيها لك. انا كلش جبان من ضغطة القبر، مرات افز بالليل خايف منها. شو تقول اذا اختفي وما تقولي اثر يضغطونه. اقول لك ذو فقار انا مطلوب مبلغ لعلاج الوالدة، صيدت الامل بالحبوبي وبصدري قال اذا ما تقدر ما برد ذمه، بس بيخالف ميوزن راتب انطوب ومطلوب 13 صلاه. طبعا ما متاكد من عدها، قدت اصليها واخلص. والشغله الثالثه ايدكم تذكروني بزياده الأربعين، من صار سنتين قلبي مجمر على الزياره وما رايح. الفقار حبوب يسلم لي على الوالده، خاف ما ارجع ما اشوفه. جاسم هذا الفقار شبيك؟ جاسم Thank you.
الله.